جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم. أهلا بكم، والبداية من صحيفة أخبار اليوم. الرئيس يتفقد العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتابع مراحل تنفيذ المشروع. السيسي: سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية وصلاة عيد الفطر بمسجد الفتاح العليم. وزير الدفاع والخارجية في موسكو الاثنين ووزير الصناعة ونظيره الروسي يوقعان اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الأسبوع المقبل. ونتحول إلى صحيفة الجمهورية ونقرأ من عناوينها. في رسالة شفهية سلمها وزير الري للرئيس سلفاكير، السيسي يؤكد دعم مصر لجنوب السودان. مهمة مزدوجة لوزير الكهرباء في موسكو غدا، والضبعة النووية تسابق الزمن بمتابعة الرئيس. وأول معمل لاختبارات الطاقة الشمسية. وزير التخطيط: نحو 6 مليارات جنيه لتوسعة شبكة المترو. ومن عناوين صحيفة الوطن نطالع: مصر تفتتح مشروعات مائية في جنوب السودان. وزير التجارة: تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي. قابيل: يستهدف تنمية العلاقات وتعزيز دور مجتمع الأعمال بالبلدين. البنك المركزي يحدد مصير سعر الفائدة الخميس المقبل. ونحو 141 ألف طالب بالجيزة يؤدون امتحانات الإعدادية اليوم. إلى عناوين صحيفة الشروق، والتي كتبت وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو ضرورة لمواجهة الخسائر، والقرار يحقق العدالة الاجتماعية ويستكمل التطوير. وزير الإسكان: جاري تنفيذ مشروعين لمياه الشرب في بورسعيد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 900 مليون جنيه. ولمحب الرياضة: تتويج الفرعون الصغير محمد صلاح بجائزتين جديدتين في إنجلترا. دعم واستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتى تؤتي ثمارها المرجوة كان محور افتتاحية صحيفة الأهرام، والتي كتبت في عناوينها: كل المتابعين لملف الاقتصاد المصري يجمعون على ضرورة الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في الآونة الأخيرة. تأتي المؤشرات الأولية لهيئات ومؤسسات التمويل الدولية لتظهر نجاح برنامج الإصلاح، ولعل من أبرزها ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وبدء انخفاض معدلات التضخم والبطالة. لكن في المقابل، فإن أحدا لم ينكر أن هذا الإصلاح لن يكون بلا ثمن، بل ستكون هناك صعوبات ستعانيها بعض فئات المجتمع نظرا إلى التراكمات الناتجة عن التأجيل في بدء مسيرة الإصلاح. علينا ضبط المعادلة بين الاستمرار في الإصلاح بلا تردد، وفي الوقت نفسه دعم الفئات الأضعف بكل السبل حتى نصل إلى بر الأمان. ونتحول من جديد لأبرز ما جاء في الصحف العربية، والبداية من الحياة اللندنية. ترقب اليوم النكبة وقلق إسرائيلي من اشتعال الجبهات. هدون حذر على الحدود السورية الإسرائيلية. الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم، وتوقعات متقاربة لنتائج لا تستبعد المفاجآت. الحريري: كلنا نرى المنطقة تغلي وسنتجاوز التصعيد الإقليمي والدولي. إلى صحيفة المستقبل اللبنانية، والتي كتبت في عناوينها: ترامب سيتحدث عبر الفيديو كونفرنس خلال تدشين السفارة في القدس. برلمان 2018 العراق ينتخب أملا في التغيير. الحريري يؤكد ترشيح بري ويرفض المطالب الحكومية المسبقة. بوتين يكشف الاتصالات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن صحيفة الرأي الكويتية نقرأ: وفد النظام والمعارضة يؤكدان حضورهم لقمة أسيتانا 9، وموسكو تتراجع عن إمداد دمشق بالإس 300. العبادي: أجبرت على خوض الانتخابات ولن أشارك في حكومة محاصصة طائفية. الحوثيون يستولون على أموال الرئيس السابق، والمشاط يفرض الإقامة الجبرية على قيادات حزب صالح. ونتابع من عناوين الدستور الأردنية: شهيدان ومئات الإصابات في جمعة الإعداد والنفير، والألاف من المستوطنين يقتحمون قبر النبي يوسف ويحرقون منزلا شمالي الضفة. ولبرمان: ثمن نقل السفارة الأمريكية للقدس سيكلفنا باهظا. الكويت: مساعينا لحل الأزمة الخليجية ما زالت مستمرة. ومن أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط: رسائل تيليجرام توقع بخمسة من أبرز قيادات داعش في قبضة القوات العراقية في عملية استخباراتية بدأت من تركيا وانتهت في سوريا. بري يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. وكارثة صحية تحدق باليمن بسبب رفض الحوثيين لاستقبال تحصينات طبية.
العراق وسؤال ماذا بعد الانتخابات. تحت هذا العنوان ألقت صحيفة الخليج الإماراتية في صدر افتتاحيتها على أهمية الانتخابات البرلمانية والتي سيشهدها العراق اليوم. وقالت الصحيفة عندما يتوجه العراق اليوم الانتخاب نوابهم الجدد، لابد أن السؤال التي سيتردد في أذهانهم هل يمكن للبرلمان الجديد أن يقدم صورة جديدة للعراق مختلفة عن الصورة السابقة؟ لقد عانى العراق طوال 18 عاما الماضية ظروفا صعبة وقاسية، حيث ابتلي بالطائفية والمذهبية والمحاصصة جراء سياسات خبيثة صممها وزرعها في الجسد العراقي الحاكم الأمريكي بريمر عقب غزو عام 2003. لذلك يجب أن تكون المهمة الأولى للبرلمان الجديد توحيد العراق، إلى جانب اكتساث الفساد الذي ضرب أركان الدولة وقوض كل إمكانات النهوض وإعادة الإعمار. أهلا بكم جديد، ونتحول أبرز ما جاء بالصحف العالمية ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وزير الأمريكية مايك بومبيو يؤكد أن واشنطن مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية على إعادة بناء اقتصادها إذا وافقت عن التخلي عن ترسانتها النووية. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في بلغاريا في منتصف الشهر الجاري. نرصد من صحيفة البايس الإسبانية الخارجية الروسية دعوات واشنطن لزيادة الضغط على كوريا الشمالية تقوض التقدم المحرز في تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. وزراء خارجية دول وسط أوروبا ودول البلقان يعقدون محادثات في اليونان لبحث قضية الهجرة. نقرأ من صحيفة الجاردن البريطانية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يبدأ اليوم في جولة دبلوماسية أوروبية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. توقعات برفض البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي ستتقدم به الحكومة البريطانية، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تواجهها تريزا ماي. ومن جانبها كتبت صحيفة ليموند الفرنسية بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران، فرنسا تؤكد أن الأوروبيون ليس عليهم دفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. مقتل وإصابة نحو 39 شخصا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين بشمال ميانمار وسط تصاعد لأعمال العنف في المناطق الحدودية. نتابع من صحيفة التايمز البريطانية الكريملين يؤكد لا خطط حاليا لتزويد دمشق بمنظومة الدفاع الصاروخية S-300 المضادة للطائرات. ومحكمة لاهاي تقضي بدفع روسيا تعويضات لمستثمرين أوكرانيين تضرروا من ضم شبه جزيرة القرم. ولم نتابع مع أبرز ما جاء في رسوم الكاريكاتير. ختام مواد الجولة الصحفية، ملتقانا بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري. إلى الملتقى الجديد.